جوزيف وين الهلا؟ جاي جاي وراي، خلينا نلحق النهار من اوله. قبل ما نروح فقدوا الاغراض، شوفوا اذا مستعيرين شيء. لا ما بظن مستعيرين. بلا ركوت القهوه جبتها معي. يلا اطلعوا، حطوا الاغراض ورا. يلا شرفي مدام، اطلعي. انا وشفيق بنطلع قدام هلا بلا هالوجع. اطلعي يا بصير الناس ما قامت. لك يلا ابو الشوش، يلا خلصنا بقى. شرف عود الدام انت ومرتك وجهها. يلا جاهزين. يلا صفي دايما بتاخر. خد عنه اللحمه، خد حطها. تذكر اخر مره شفتك سنده، تذكر وقت اخر كلمه قلتها، وما عدت شفتك. ايش بك ايمان؟ خفيها شوي، بتضرب بلا غلاظة حشتك. طيب خلي شوي للسلطة. لك وين راح شفيع؟ وين بيضلوا غاطط هاد؟ شفيع راح هو ومرته يشموا الهواء. يعني هون ما في هواء ينشم؟ اشتاقوا للتمشاي بالبساتين. اي معهم حق، اصلا نحن كتير قليلين المروة بالطلعات. بتعرفي ايمان؟ لازم كل فترة وفترة نعمل لنا سيران. لك سعود؟ بدنا نشوي اللحمة شلون؟ هلا بس يجي شفيع هو بيبتلش فيها بلا ما تطلع ريحتك لحمة. شفيع! من امتى ما تمشينا هيك بين البساتين؟ ايه من لما كنا بالضيعة، كنا ناخد هز ووادي ونتمشى على الهدى تنوصل على شجرة التي. لا وانت تعدي تلملمي على الطريق الورد كلياته تعمليهم باقة. لما كنا نوصل كنت اقعد افرد هالزهور بيني وبينك ونفتح الزوادي. نقعد نغني. يا ترى بترجع هديك الايام الحلوة؟ لشبنا هلق، اللهم صل على النبي، عين الله علينا منطير العقل. وشغلي هالنحس اللي راكبني، شغلي اللي ما كان يزبط. لا تقول هيك، بيجي يوم بيزبط، ربك كريم. بتعرف شو مخبي لك؟ يعني ماني منحوس ابدا. انا لا عم هلك. لك شو في بالارض؟ شمي شيء. ايه شمي هيك ريحه مازوت زيت. ابعرف لحظه شوي. شبه بدي اشوفه. لك بتلومت حالك. قوم لك علو اسبح فيها سباحه. لك نظيره قبل ما نعمل اي شيء. طلع هيك ولا هيك في شيء اثر دواليب تراكتور سياره اي شيء؟ لا هي ولك شو هي؟ ولك هي فرصه عمرنا. لك هلق بستعوقونا. لك كيف صاروا دياتك؟ قوم ويلي انا. روي علي شوي، روي علي شوي. لا فهمني شو صار لك؟ لك شفت؟ رد علي شو تعمل؟ شفتي شو شفت؟ كيف بعبع البترول بابا؟ لك شو صار لك؟ جنيت واكتر. لك بترول. ولك بترول. وكيف ما حد اكتشفه؟ لا من الناس ولا من الدولة؟ عندك احتمال تكون نبزت هيك على وشنا. نبزت؟ ولك انا بسمع انهم بينزلوا بقرة شحي لتحت الارض تيلاقوا البترول. ولك ايه بس انهم بينزلوا لحتى يطلعوا البترول مو لحتى يلاقوه. بس على حظنا نحن نبزت قدامنا، يعني طلعت لحالها. هلا مثل بيهر مي نظيرة، في بيهر مي بيحفروا له مترين بالارض بتنبس بتبقبق بقبق مي فوق، وفي بيهر بيحفروا له 100 متر ما في فايدة. تحت المرحوم برد حفروا 12 كيلو متر ما بقى شيء لهلا. الناس بقت حلاقه. شوفي حبيبتي هي مدخلها بهي، هذا بترول لازم يكون مفقس تحته بحر بترول ونفط. لك بحر ومنبس بوشنا هالنبعه. لا ما عم تفوتوا براسي. نظيره لا تأخذيني انت لانك ما بتفهمي بهيك شغلات. انا مره قريت بمجله اختصاصيه سعوديه عن هذا الموضوع، قال في بير بترول نبس تنبيس بالمكسيك. شوفي حبيبتي انت لو كان تفسير منام تبصير فنجان قهوه ما كان حدا غلبك. ايه لا هي تخين كثير. ها لولا افكاري يا استاذ ما ادري وين كنت هلق. نصيره لا تطوشيني، خليني اعرف افكرها. فكر تقبرني. فكر. انت مو عاجبه ما انت عم تفكري شو يعني يكون عنا بير بترول؟ ولك مو لا يكون عنا بيت بالاول. ولك رح يصير عنا قصور بنايات مو بس بيت. لك هذا بترول يا نظيره. لك بترول يعني 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 دولارات كفت ماركات فرنكات ينات كل انواع العمله اللي ما بتنحل الصعبه يعني كلها. هي صفقات مال من اوسع ابوابه. قفلت الباب البراني بالمفتاح. انت قفي على الموضوع وخليني افكر لحالي منيح. لا والنبأ الاخير
حدد وزراء خارجية الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك سعر البرميل من النفط الخام ب 25 دولار، وهذا مؤشر لاستقرار أسعار النفط حاليا بعد أن تدنى سعر البرميل الواحد لأدنى حد له في العام الماضي. إلى هنا وتنتهي هذه النشرة للأنباء. شو صار معك؟ ما عجبني السعر. سعر؟ سعر شو؟ سعر البرميل. جماعة الأوبك حددوا سعر البرميل الواحد ب 25 دولار بس. يعني افترضي هلا بعنا بس 5 صهاريج باليوم بمعدل كل صهاريج 20 برميل، 20 ضرب 25 خرب بيتنا 2500 دولار بس باليوم. شحار جبته لبيع وصرت تبيع. ولا بكره بدي اعمل البير وبدي بيع وبكره بتشوفي. وكيف بدك تحفر الارض؟ بسناني بايدي بالمنكوش بس ما بتركو. والدولة؟ شو علاقة الدولة؟ الدولة اذا حبت تشتري من عندي نفط اهلا وسهلا، سعرها بسعر غيرها مثل السوق، ما حبت مع السلامة الله معها بدير ظهري وبيع للسوق مباشرة. شوفي اذا اضطر الامر وتمشكلت مع الدولة بجيب قوات دولية انترناشونال يونايتد اي شيء بدك اياه، بدفع حق الاسلحه، بدفع اجار غارات على غيري، بس المهم يحموني ويحموا البير ملعبه. والارض بكره باخذ شويه بلوك بعمرهم وبصور فيهم القرنه مطرح ما نبز البترول مشان ما حدا يقرب. ايه لانه ورتك اياها المرحوم توفيق. نظيره اسمعني لك، خلينا نتفق على شغله انا وياكي. تفضل. شوفي هذا المشروع اكبر منك فلا تتدخلي فيه وما لك علاقه فيه ولا بتسالي عنه ابدا. بلشوا. واذا زبط المشروع وصرت حضرتك بيع بترول وغنيت وصارت الدولارات تهرهر منك هرهره وعيونك يبزوا بزه برا، وبدروح انا عيوني ببزوا بزه برا؟ وشو بيعرفني شو بتعمل اذا غنيت؟ مو هيك الرجال بس تفاجئتني بيعملها، وهذا بترول يعني من اول شحطه نار بتدفع. ولك خلص فهمي علي بقى. فهماني تقبرني فهماني ولو. يا محلاك وانت راجع على البيت وريحتك مازوت. يا رب. لك شو عم تساوي هون؟ لك عم اسألك رد علي شو عم تساوي؟ لا تغلط، نحن من المساحة عم نحط حجار علام. فهمان والله، هيك تنحط حجار العلام؟ اخي نحن عم نجمعهم بعدين بنوزعهم. هلا بتفهمني شو عم تساوي ولا بكومك فون؟ شو؟ انت بدك تكومنا على تركني على تقلك تركني على شفي. لحظه خلينا نفهم. لحظه مين انت؟ لك هاي الارض ارضي. شو ارضك انت؟ لا عم تمزح. الارض والملك لله يا رجال. هاتي بلوك هاتي. ترى بناولك مشي شغلي. ها امشي من هون احسن ما ابتلي فيك. انتبه لحكيك. ها انت عم تحكي بالسياسه وانا مورجيك. لك مين حكى بالسياسة؟ بير جاي عيد سياسي. لك مجنون انت مجنون؟ روح من هون روح احسن ما تورط حالك. ها؟ ايه لا هاي الحركات مو علي انا. اسمع ولا شوف. ها؟ كسرت بلوكي؟ لك يا وي الشحار ولا بيك على بده يصير فيك؟ كسر عن جد؟ اموال الدولة هاي. قديش بدك حق هالكمة الارض؟ طيب والحل؟ إذا أبدو يبيع وأبدو يخلي البلوكات كيف بدنا نروح نحفر ونشتغل؟ ما بعرف، ما في طريقة. ما في غير نفهمه أنه عنا مشروع ومستعدين ننزلوا شريك بنسبة. لا عمي لا، شو شريك ما شريك؟ نحن كشفنا البترول، بكرة إذا نزل شريك بدو يعمل راس معنا وبدو يصير يوقف لنا على كل خطوة بدنا نخطيها. أصلاً ما فيني على المشروع لوحدنا. بس ما كان هيك حكيك امبارح. إيه مزبوط، امبارح كنت أنا مبسوط بالاكتشاف، مشلوم فيه، مفكر حالي قده. يعني مالك قدو؟ لا والله مالي قدو. بتعرفي هذا مشروع بده فت خبز، بده فت عملي خير الله. ايش قد يعني؟ 75,000 بسيطه، بنتدين بالفايده وبنرجع نوفيهن مازوت. يا نظيره قبل ما نتصرف اي تصرف لازم نسال حدا مختص بيفهم بالبترول. ايه روح على شي كازيه اسالي. بدي روح على كازيه مشان اسالهم عن بير بترول. ايه شغلتي؟ شو شغلتهم؟ هدول شغلتهم يبيعوا بترول، مو شغلتهم يعرفوا كيف بيطلع. لك وين بدك تلاقي حدا عنده بير بترول؟ روح عند ابو ظبي بلكي ما رد علينا. شوفي يا نظيره ما في غير وسيله واحده،
منروح نسأل شي موظف مختص بوزارة البترول، منقول له كيف بيطلع بير البترول بدون ما نقول له انه عنا بير بترول عن حق وحقيقي لحتى ما حدا يسبقنا عليه. معك حق والله، الموظفين بينخاف مني. لا لا، بيخاف عليهم. مني؟ عليهم. مني بس حسب المنصب. من شوي لحتى رجعوا انا كنت واقفة على الباب، يا دوب قالوا كلمة مرحبا وفاتوا بسرعة. شو؟ ولك ما انتبهتي مبارح لما كنا بالسيران كيف اختفوا عن الانظار؟ لك ايه رجعوا ومخربطة احوالهم. ولك لا، على شو بدهم يتغازلوا؟ على الجمال الفتان يعني؟ مثل ما عم اقلك، من ورا حركاتها اكيد اكيد في مشروع، انا براهن على هالشي. طيب ماشي، بكرة منشوف. تحت اعمل القهوة لكن، لأنه كتير 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 مشتاق أشرب القهوة معي. لك تسلمي لي، تقبري قلبي، شو دمك خفيف ومهضومة تقبري. بعدين ليش تحت تعملي القهوة أنت؟ أنا براسي بدي أعملها. أعوذ بالله من الحكي، معقولة أنا خليك تعملي قهوة وكل هالحكي الشهد والكيس ما يطلع منك؟ الحقينا. مهضومة حبيبتي، قولي لي إن شاء الله ما تعبتوا من الروحة على الغوطة. آه والله ليش خطر لك السؤال يعني بالتحديد؟ لتكونوا انتو تعبتوا؟ لا بالعكس، نحن ارتدت لنا الروح وفرحنا لكم كتير كتير من جوات قلبنا لانه رجعت لكم ايام الغزل، بس يعني خفت تكونوا تعبتوا من المشي بين الشجر. اعوذ بالله من الحكي، شو انبسطنا انا وشفيق وشو غنينا، يا الله دخيل ربه لشفيق، انا كله غزل بغزل. صحيح جاي ايمان من وراكي تقبريني مو هيكي؟ ايمان؟ ليش عم تسألي عنا؟ لا مو من شان شيء، بس مشان حساب حسابه بالقهوة. ما بعرف إذا كان جاي ولا لا. قومي افتحي لها، قومي. بدي افهم انتو التنتين ليش في قصة معكم قصة الغوطة من اول ما فتوا؟ خير ان شاء الله، لتكونوا بتعرفوا شيء انا ابعرفه. نظيرة لا تفهمينا غلط، بالعكس كنا كتير مبسوطين فيك وبجوزك، كيف كنتوا متشنجلين وعم تتمشوا بين الشجر ورحتوا قعدتوا جنب البير. بير؟ أي بير؟ بير المي اللي كان بستان الزيتون. رحنا غسلنا دياتنا وكنا عطشانين كتير، رحنا شربنا مي. نظيرة ليش كل هالقد انعجقتي؟ كان سامي لك ما شفتي كيف كانت عم بتلف وتدور كل ما قربنا على موضوع الشغل؟ ان شاء الله الله يفتحها عليه ويشتغل. لك ما قلنا لا، بس ورا هالتخباية في مشروع مو بس شغل. لك وحتى لو كان في مشروع؟ لا 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 ما بصير، نحن جيران ولازم يخبرونا او على القليلة يعني لازم ياخذوا برأينا. يو ليش نحن عم نتركهم لحاله؟ كل ما لاقوا شغلة يشتغلوا عم نركض وراه هون. ليش مشاريعهم بالعقل؟ يا مشروع مصيبة يا كسيبة، واتنيناتهم بيلفتوا النظر وخرج الواحد يعرفهم. وهالمرة يا إيمان إذا ما كانوا واقعين بمشروع إله أول ما له آخر، تعي واجيني. شو صار معك؟ شوفي نظيرة، أنت شايفة مسلسل جي آر درس؟ إيه حضراني منه كم حلقة هيك، بس إذا كان قصدك النسوان بالمسلسل أبقى بديل بيه، خلاص انسى. لك مين عم يفكر بالنسوان؟ مين عم يفكر بالنسوان؟ لك هذا بترول، بترول شغلة كبيرة كتير يعني، اللي بيارة حصوص صعيب تكلف ملايين، بس شو بتربح؟ ايش قد يعني؟ ما بعرف، عم بيقولوا لي اللي سمسروا على البترول صاروا فوق الريح، بقى كيف اللي عندهم بيار؟ معناتها إذا قفينا نحفر من سمسير. روحي جهزي حالك، بدنا نروح على بيرنا نطمن عليه ونحكي على الطريق. ماشي. لحظة، حطينا هيك شي شغلة للأكل نتغداها هونيك. يي لوين رايحين العشاء يا ما شاء الله؟ أكيد عجبون السيران ورايحين يكملوا غزال. إيمان أنا مو عاجبني الوضع منو منو. ولا أنا، تجي للحقهم؟ إيه قولي الله. يلا وين البلوكة؟ أخذهم. طيب معقولة ما انتبه للبترول؟ كبراني مو؟ لا بالله مثل ما هي، لا زغراني ولا كبراني.
اكيد ملاقيين شي جره فيها ذهب وجايبين كيس مشان يفضوا الذهبات فيه بدون ما حدا ينتبه. لك شو بكون انتو شو بكون؟ ما رح تفهموا بالزوع يعني؟ اهلا 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 ابو الغنم، كيفك؟ هلا كنا عم ندور عليه؟ هلا شفيق كان فاتح دياته هيك وما يدعي لربه ويقول الهي مولاي يبعتك يا صاحب الارض. شو بدكم خلصوني؟ اخي بدنا ناكل لقمه طيبه هيك بمعيتك، وين في قعده ظريفه عندك؟ قعده؟ ايه اذا مشان قعده وضيافه اهلا وسهلا فيكم، كل الارض على حسابكم. اما اذا الواحد بده يخرب شيء او يتصرف بالارض على كيفه فيا ويله. تفضل، ايش قد ما تعطيك هالارض؟ يعني مو اقل من 50,000 ليره بالسنه. وعلي ب 60,000 ورقه بالسنه وانت قاعد ما تلعب وتضحك يعني لا شغلي ولا عملي. ايه ناولونا. لا حبيبي، بالاول لازم تتركنا نستثمر الارض، بعدين بس يبدا الشغل بالمشروع بيبدا حسابك. يا حبيبي وشو ضمانتي؟ رح نكتب وراء بيننا وبينك، نحن بس بدنا منك هلا نرجع البلوكات، نحوط كم متر ونعتبرهم حجر اساس. صدقتيني؟ العمى، لك حتى السيران استغلوه بدهم يأسسوا لمشروع، بس شو هاد المشروع اللي بدهم يدفعوا للرجال مشانه 60,000؟ إيه نظيرة ما بتدفع 60,000 إلا إذا بدك تطالع من وراه مئات الألوف. شو؟ اتفقنا؟ قل مبروك وقوي قلبك، اللي بدك تشوف وعدياتنا بعمرك بحياتك ما كنت تحلم فيه، قل مبروك. مبروك.